غريب ايه؟ ايه مالك؟ انت فين يا غريب بيه؟ ما تسيبنيش يا غريب بيه، الراجل لو عارف مطرحي مش هيسيبني. روح مطرحك وما تخافش. ها؟ بقول لك روح مطرحك وما تخافش، ولو الراجل سأل عليك انا هبقى اتصرف. غريب بيه، بقول لك ايه؟ اللي جاب الست دي هنا؟ انت مالك انت؟ يلا. اتفضلي يا أم. انت بقى هتعيشي معايا هنا؟ ها، هو الجدع اللي كان بيكلمك دي انت تعرفه؟ اه، بيشتغل عندي. اقعد استريح. انت شغلتك ايه؟ بشتغل كتير، بشتغل حكايات كتير قوي يا أم. ده بقى قاعده تانية، وده الحمام بتاعي. اصل شفت الجدع ده كتير قوي ناحيه البلد. اه، عند المباني لازم، ما كان بيشتغل ملاحظ على المباني بتاعتي. بتاعتك؟ اللي ايه؟ اللي وقعت ياما. اتفضلي استريحي. اروح اجيب لك شخصية عزيزة جدا عليا هعرفك بيها. انت هنا ليه؟ وهروح فين؟ مش عايز اشوف وشك هنا. انت مش جبت ست والدتك؟ كل ما ابص في الشارع بحس انت عذبتها قد ايه يا اخي. يلا امشي. طب افتكر اني ربيتك، افتكر ان العمر ده كله بتقول لي يابا، حتى لو كدب، ما هو كله كدب في كدب. طب استنى تحت ما تمشيش. اهو كده انت اتنحلال واكل حلاوة. بتعملي ايه؟ بلم هدومي عشان اروح لحالي، ولو انا ماليش حاجة هنا. هتروحي فين؟ اروح مطرح مجيد. وتسيبيني؟ خلاص بقى، المستور اتكشف واللي كان كده، لا حط اختك ولا حط اخوك. بصي لي يا قمر، المستور ده كان لازم يبان من زمان، من ساعة ما رجعت من بره. ليه ما قلتليش الحقيقة؟ خفت تطردني. ولا خفت لا اتجوزك؟ هيما. لا، أنا دلوقتي اسمي بركات، مش أنا بقى اسمي بركات. تعالى أعرفك على حماتي. تعالى يا مرة. ياما بركات، راحت فين؟ عارفة. حسن، حسن. أيوة ساعات البيت. الست كبيرة فين؟ مشيت يا ساعات البيت. مشيت راحت فين؟ معرفش يا سعاده البيه، انا شفتها خارجه من باب الفيلا وما قالتش لحد هي رايحه فين. ياما رايحه فين ياما؟ راجع مطرح في العيشه بتاعتي اللي انت شفتها. وتسيبيني؟ ما انت شايفني اللي دخت عليه 30 سنة ووجع قلبي. ليه ياما؟ أنا في حاجة مش عاجباكي؟ في إيه؟ ما بقيتش ابني. ليه ياما؟ ليه؟ عارف أبوك مات إزاي؟ العمارة وقعت عليه. عمارة إيه؟ العمارة اللي كنت بتبنيها ناحية البلد. الغفير. آه، الغفير. والأفندي بتاعك اللي أنت مطويه. قال لي أنت هتحسبيها علينا نفر، ما هو كان ميت ميت. ورمالي قرشين. هتقدر تلبس ثوب ابوك وتمشي زي ابو ما يرضي الله؟ اذا قدرت انت عارف مطرحي والفرع يرجع لاصله.